السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. طبعا اكثر من شخص كتب لي في قناتي في اليوتيوب يبون يعرفون كم تعطيك بطاريه الايفون 10S. في الايفون 10S لو بتراكم، مثلا الحين لو بنشوف الجوال عندي مثل ما تشوفون 4%، والكيس هذا مشحون فل، فبحطه وجوالي الحين 4% تقريبا، يعني خلاص بيطفي. بركبه معاكم ونشوف الحين كم راح يعطيني في الشحن للايفون، هل راح يشحنه فل ولا لا. تقريبا ما اتوقع راح يشحنه فل، لكن بيعطيك فوق 50%، لكن نشوف الحين. لانه بطارية اوكي، بس بطارية طوار، او انه يعني تضيفك على البطارية نفس بطارية جوالك، ما راح تشحن جوالك فل، فقط تضيف لك يعني ساعة زيادة. بنشوف الحين، ننزل نروح هنا نشوف عندنا البطارية. مثل ما تشوفون الجوال 4%، البطارية 100%، فراح نترك الجوال كذا ونرجع له بعد نص ساعة ونشوف. طبعا مثل ما نشوف هنا الشاحن باين عندي فوق مكتوب 4% قبل شوي، فبنتركه نرجع لكم بعد نص ساعة ونشوف. رجعنا معاكم بعد نص ساعة ونشوف الحين كم وصل الباتري. وصل 28%، فاتضح الحين ان شحن الباتري كيس اللي جاي من ابل ما يشحن الشحن السريع للجوال، لانه لو الشحن السريع راح يوصل الحين فوق 50% في نص ساعة، لكن وصل الحين 28%، يعتبر كويس. لو نشوف الحين هنا باتري الحين الايفون 28% والكيس 76%. راح نكمل معاكم الحين نص ساعة ثانية، فراح يكون ساعة كاملة باستخدام الباتري الحين، ونشوف كم يوصل الشحن للايفون. طيب رجعنا معاكم الحين بعد ما كمل ساعة من الشحن، نشوف الشحن كم وصل. خلال ساعة وصل 51% مثل ما تشوفون. لو نروح هنا نشوف الباتري كم وصل، الحين الباتري كيس 49% والايفون 51%، فنرجع معاكم بعد نص ساعة ونشوف كم بيوصل الايفون. اوكي رجعنا معاكم الحين بعد ما خلصنا ساعة ونص من اول ما ركبنا الكيس. الحين بطارية الايفون مثل ما نشوف 71%. لو نشوف الكيس كم وصل الحين، الكيس وصل 22%، فنكمل معاكم بعد برضو نص ساعة. اوكي رجعت معاكم بعد ما كمل الان ساعتين من الشحن. الباتري الحين مثل ما تشوفون 89%، الكيس وصل باتري في 1، فيعتبر خلاص نقدر نقول ان الكيس باتري هذا الابل شحن الجوال من 0 إلى 90، يعتبر شيء ممتاز انه شحن يعني 90% من باتري الايفون 10S. فهذه بس اللي حبيت اوريكم، وان شاء الله عجبكم الفيديو. ان شاء الله هذا الفيديو يجاوب بعض الاشخاص اللي سالوني كثير في القناه كم يوصل شحن الايفون ولا شيء ذي كلها. ان شاء الله هذا الفيديو جاوب على اسئلتكم. طبعا يفرق بين الايفون هذا، مثل هذا الايفون 10S، يفرق بين الكيس لحق الايفون 10S، ويفرق لحق 10R وال 10S ماكس. كل باتري كيس يشحن الجهاز حقه بنسبه غير، يمكن ال 10R يشحن 100%، يمكن الاشياء ذي كلها. اتوقع الاشخاص اللي بيشترون ده بيركبون ايفون والايفون مشحون 100% والكيس فيه 100%، فما راح يلاحظون الفرق ده، ما راح يستخدم الكيس اذا كان الايفون حقه 0% او شيء، بيحطه والايفون راح يشحن نفسه بنفسه في نفس الوقت، فما راح يحس بذا الفرق. لكن طبعا الكيس وصل صفر فوقف، والايفون 89، يعني نقدر نقول 90%. وبس اذا عجبكم الفيديو نشروا المقطع في اي مكان، في الواتساب، في التويتر، في الانستغرام، حق اي شخص يعني تتوقعون انه راح يفيد هذا الكيس. وبكذا راح تدعمون القناه، اذا شفت مشاهدات كثيره راح اكمل السلسله هذه واشتري اشياء وارجعها لكم. والسلام عليكم.